السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم نشرح مسرحية Riders to the Sea، الراكبون إلى البحر، by John Saint. حياة الشاعر Writer's Life. طبعا هذا الكاتب is one of the most famous Irish playwrights، من أشهر الكتاب المسرحيين الإيرلنديين. He's Irish and he was one of the founder of Irish Abbey Theatre. في مسرح أبي في إيرلندا، يعني هو من الأشخاص المعروفين جدا في إيرلندا، وهو من رواد المسرح الأبي في إيرلندا. حياة الشاعر تقدرون تطلعون عليها. نجي إلى مسرحية الراكبون إلى البحر. تدور المسرحية حول موريا، وهي امرأة عجوز فقدت في البحر جميع أفراد عائلتها الذكور باستثناء بارتلي، وهو آخر أبنائها. يعني أنا عندي مسرحية، هاي المسرحية أكو عندي أشخاص عايشين بجزيرة تدور بدائر مدايرها البحر، جزيرة يعني نوعا ما كبيرة إلى حد ما، وهذه الجزيرة بها عائلة. هاي العائلة شخص اسمه موريا، امرأة اسمها موريا. هذه موريا فقدت جميع أفراد عائلتها الذكور باستثناء واحد اسمه بارتلي، هذا آخر واحد بقى. وفي أثناء المسرحية يغرق هو أيضا. بدأت المسرحية التي تدور أحداثها في جزيرة سواحل إيرلندا بإحضار نورما. إذا تبدأ المسرحية بأول بدايتها، نورما تجيب حزمة صغيرة يعني ملابس وأخبار كاثرين. من هي كاثرين؟ هي أخت أو بنت موريا. من أين نورا؟ نورا هي وحدة أيضا من أبناء موريا. إذا أنا عندي موريا بعدها بنات اثنين لحد الآن، يعني اللي هم اسمهم نورما ونورا نورا وكاثلين، وعندنا أخوهم اللي هو بارتلي اللي لحد الآن هو ما مات، راح يموت أثناء أحداث المسرحية. وأخبار كاثلين أن هذه قد تكون ملابس شقيقهم مايكل. ها هسه صار عندنا أربعة أبناء لموريا. أخبرها القسيس الشاب أنه تم العثور على جثة لرجل غرق في دونيغال، يعني بحر هاي المنطقة اللي، وقد تكون جثة مايكل. الأخوات خائفات من فتح حزمة الملابس لأنهن لا يرغبن أن تعرف والدتهما موريا. مايكل مفقود منذ أسبوع والأسرة فقدت بالفعل خمسة رجال في البحر. يعني حاليا لحد الآن خمسة من عائلة موريا ماتوا، واللي عندنا حاليا بالأشخاص هاي هي العجوز، هاي البنت وهاي البنت الثانية نورا وكاثرين. فعدهم ابن مايكل لحد الآن موجود ما ميت. وعفواً مايكل هو المتوفي. فمايكل طبعاً هو مفقود، ما حد يعرف بي ميت أو لا، هم كأشخاص ما يعرفون بي، لكن إحنا كقراء نعرف بأنه ميت. يعني الآن اللي بقى عندنا بارتلي ما ميت لحد الآن. طيب حتى أوضح لكم الفكرة أكثر، خلينا أوضح لكم الفكرة أكثر. الفكرة أنه بهاي المسرحية أنا عندي شخص امرأة عايشين بجزيرة، هاي الجزيرة وهاي المنطقة بها امرأة اسمها موريا، تمام؟ مريا اسمها موريا. هذه المريا عندها مجموعة من الأبناء، كل أبنائها الولد ماتوا، باقيين عندها بس ثلاثة، اثنين بنات واحد ولد. منو بقى؟ بقى بارتلي ما ميت. طيب لحد هاي اللحظة، لحد بداية المسرحية، هم عندهم ابن اسمه مايكل. هذا مايكل هو متوفي ميت، بس هم ما يدرون به،
رايح للبحر ايضا غرقان وميت، بس ما حد يعرفوني يعني، هم ككاركترز بالمسرحيه ما يعرفوني. اجى واحد اسمه قسيس، هذا القسيس يعني رجل الدين، ف قالوا لهم لقينا واحد غرقان ما نعرفه من هو، وهاي الملابس ما نعرف هي إله أو لا، طبعا هي ملابس إله ومايكل متوفي. الأخوات هن يعرفن بأنه مايكل اللي هو أخوهن متوفي، ولكن فأنا ما يردن يعني يقول للأم حتى ما تضوج. تدخل المطبخ مع وجود ألواح الكتابة لتابوتها في الكوخ، يعني عندهم طبعا راح نعرف بنهاية الأحداث شنو معنى الألواح وشنو معنى وإلى آخره. تدخل المطبخ إنها امرأة ترى تندب طوال الوقت وتخشى أن أبنائها لن يعودوا من البحر أبدا. تناقش ماريا ونورا وكاثلين الابن الأخير بارتلي الذي يخطط أيضا للذهاب إلى البحر لبيع خيول العائلة حتى يتمكنوا من الحصول على بعض الأموال. إذا الآن ساعدنا بارتلي، بارتلي هم يريد يروح للبحر، طبعا هم يخافون من البحر لان البحر يموت، واخذ ابنائهم كلهم ماتوا. ف يقولوا له لا تروح، هو يريد يروح. نورا وكاثلين هذول بنات مورية مقتنعتان بان بارتلي يجب ان يذهب الى المعرض في لبيع الحيوانات، بينما مورية لا تزال تؤمل ان لا يسمح له الكاهن بالذهاب في مثل هذه الموجات الخطر موجات البحر. يدخل بارتلي الكوخ او المكان يعني باحثا عن قطعه جديده من الحبل. اذا اجى بارتلي دا يدور قطعه من الحبل هذا حتى بالسفر يعني. تحاول موريا منعه لكنه يقول انه يريد عمل رسن للخيول. من الواضح ان بارتلي يخطط الذهاب الى البحر. تحاول موريا مره اخرى ان ايقافه، وتحاول إظهار اللوحات البيضاء لمايكل دون أن يلتف بارتلي يغير ملابسه. طبعا هي قالت له شوف هذا قبر أخوك، هذا ملابس أخوك مات، عفوا مو ملابس، اللوحات يعني اللي تكتب بها أسماء الميتين يعني. الآن إحنا ممكن واحد يسأل يقول أنت من قبل شوي قلت الأم ما تدري. نعم الأم ما تدري من هو ميت، ولكنهم مفقود يعني، هم شاكين بأنه ميت. ويطلب من أخواته رعاية الأغنام ويغادر دون أن يلقي أي بركات من والدته. من التقاليد في أيرلندا، طبعا التقاليد في أيرلندا تقول لك لازم تتسلم قبل أن تروح، بس هو عارف كل شيء راح قبل الذهاب إلى أي مكان. لكن موريا تكسر هذه الطريقة، يترك بارتلي مع فرس أحمر ومهر رمادي خلفه. ثم لاحظت كاثلين أنه لم يتناول أي طعام، وأخبرت موريا أن تمشي إلى البئر لإعطاء بارتلي طعامه والبركات يعني السلام. تترك موريا باستخدام عصا أحضرها مايكل متأسفة على كيف أن الكبار في عائلتها لا يتركون أي شيء من خلفهم أبدا، على الرغم من أن هذه العادة عامة. وبمجرد ذهاب موريا تستعد الفتيات مجموعة ملابس من الدور العلوي لتلتحقهم إذا كانت ملابس مايكل. تدرك نورا أن الجواريب هي حقا لمايكل لأنها تتعرف على خياطتها الخاصة. قاموا بحساب عدد الغرز وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن مايكل مات ودفن. حاليا هم اكتشفوا شخصيات بأنه اللي مات هو فعلا مايكل أخوهم اللي توفى. طبعا الموريا الأم ما تدري، طبعا هم خايفين. بارتلي اطلعت نورا وكاثلين على مو على مو على مو على مو طلعنا نوريا وكاثلين على موريا الملابس واخبرتها ان مايكل قد دفن بشكل نظيف. تنقطع رثاء موريا عندما يجلب سكان الجزيره جثه بارتلي الى الكوخ ويخبرون النساء ان المهر الرمادي دفع بارتلي الى البحر حيث غرق. الان يعني صدمه بعد صدمه، الان يعني والله شكلها عايشه بالعراق. الفكرة انه كاثلين ونورا بعد ما تأكدوا من الملابس اكتشفوا بانه صحيح هاي الملابس لأخوهم، وبانه اخوهم فعلا هو ميت ومدفون. انتهت هاي،
ورا فترة هيجي فترة قليلة جدا الناس سكان الجزيرة يقولون يابا ترى أخو هذا جثة بارتلي، بارتلي هم طلع ميت، هم مو راح قلنا راح يبيع الخيول هم ميت، شلون ميت؟ المهر الرمادي قلنا مو اكو مهر، المهر الحصان دافعه بارتلي إلى البحر ومات، وغرق يدفعه ومات. ماريا تركب على ركبتيها بالقرب من جسد بارتلي وترش الماء المقدس عليه، ترش المي. لقد استسلمت أخيرا، استسلمت أخيرا لمصيرها لأنها تدعي أنها ستنام أخيرا في الليل لأنها لم يعد لديها ما يدعو للقلب. يعني وصلت المرحلة قالت خلص أنا ما عندي شيء خسره بعد. أبنائي وزوجي كلهم ماتوا، ظلت عندي بذن البنات وأنا ما عليه شيء خلاص. هاي القصة كليتها يعني. شخصيات ماريا قلنا ماريا has given birth of six sons عندها ست أبناء وذولا كلهم راح يموتون خلال أو توفوا خلال المسيحية. بارتلي هو من أصغر أبناء موريا وقلنا بارتلي هو الشخص الذي في البداية كان طيب يعني عادي بعدين هو راح أيضا لبيع الخيول ودفع المهر الرمادي ومات في البحر. عندنا كاثلين هي the eldest موريا هي أكبر أبناء موريا كاثلين عمرها 20 سنة وطبعا أن وهي أختها نورة كاثلين أن اللي اكتشفت أن الملابس هذه ملابس أخوهم مايكل. عندنا أيضا نورة نورة is the youngest member of the clan هو أصغر بنية من العائلة نقول كلان حتى بالبوبجي موجودة يعني صغيرة. نورا is much more patient which mothers طبعا هي كانت أكثر وحدة شفقة وكانت شوية صبورة يعني طبعا هاي شخصية حفظ لازم نحفظها ندرسها بشكل جيد. عندنا أيضا الكاهن لقينا هو الشخص الذي ذكر بأن الملابس هذه لقيناها بالبحر وهي إلى آخره شخصية تقدر تدرسونها أعتقد الأمور راح تكون واضحة لكم. بعض الملاحظات ايضا اللي ممكن تستفادون من عندها ماريا فيرز هير إلدر ستان مايكل هاز دراوند ان ذا سي طبعا هي كانت قلنا بالبدايه كانت خايفه على مايكل انه هو خاف هم راح ميت هذا مايكل بعدين طلع مايكل ميت وراح النوب اخوها ابنها الصغير بارتلي مات فهذه هي الفكره. طبعا هي فلاحه هي هاي ماريا وذكرنا بأنه أبنائها الستة عائلة أفرادها الستة كلهم توفوا ذكرنا بأنه while Maria is sleeping her daughters Kathleen and Nora learn that Michael's body has washed up and on shower they keep his information from Maria and partly however اذا هم ما قالوا لا الموريين ولا قالوا لا لامهم ولا لاخوهم قالوا يابا ترى بدنا ما بدنا ترى هاي ملابس بدنا ما قالوا لا يعني طبعا يخافون عليه. partly writes off to find Michael discovering that Michael is dead طبعا هو يعني هو partly راح لسببين السبب الأول حتى يبيع الحصون حتى يقدرون يعيشون والسبب الثاني حتى يعرف هل أن مايكل مات له ولا ولكن ذكرنا بأنه بارتلي قد دفعه الحصان ورماه بالقرب مات يعني دفعه شوارع البحر وذاك طبعا السيتنج فايدرز اوف ذا بريفولكت از ذا اكشن ذات بلاي الحد ذكرنا بأنه هي يعني بالجزيرة وقت ما أعتقد أنه هو يعني محدد وقت ومكان يعني وأنا أكتب لي ما محدد يعني سمري هذا تقدرون تقرون لكم وأنتم أيضا تستفادون من عنده. الرموز ذكرت لكم في بداية المسرحية راح نأخذها طبعا السمبلز كلش مهمة بهذه المسرحية ذكرنا بأنه عندنا
الواح البيضاء، التابوت، اللوحات والكفن. Which remains on screen for the duration of the play symbolize the imminence of partly death. وهي تقرب، ترمز إلى اقتراب موت. Partly بمعنى أن هذه الألواح وجودها ترى عندكم واحد راح يموت هيك يعني. عندنا الواتر اند بوديز، الماء المقدس. طبعا الماء المقدس ذكرنا ايضا راح تخليه هي الام. Symbols of the way which death comes from the sea straight to the house and to the family. ترمز بانها الطريقه التي يموت بها الاشخاص، يعني هاي المي كل ما هيك تحطه يعني هاي الطريقه اللي يموتون بها. لانه طبعا الماء بالحقيقه الماء ممكن يرمز لنا رمزين، يعني المي هو والبحر يعني ممكن يكون سبب للموت، وهم اصلا كانوا يستخدمون البحر حتى يعني يصطادون ويرهبون ويجون، فالبحر ممكن يكون رمز للموت ممكن يكون رمز للحياه. العجله، الغزل والموقد يعني اللي كانوا ايضا طلبهم، يعني ايضا هي رمز في الحقيقه كانوا يعني يعملون، يعني احنا نقول عليه خياطه، الخياطه. مو اذا تشوفون الفيلم مالتها مال المسرحيه راح تلاحظون بانه هو بالبدايه الاخوات كانت تخيط يعني، فهذا يرمز الى انه عمل المراه في ذلك الوقت انه كان الخياطه، وهذا الشيء كان في التقاليد الايرلنديه شائع جدا، فهو استخدمه لانه موجود يعني بتقاليده. الثوب او الحبل اللي طلبه بارتلي ذكرنا انه هو طبعا يرمز الى الموت، الوشيك يرمز للموت يعني. كنا الماء المقدس ايضا ذكرنا، طبعا الماء المقدس احنا ذكرنا بانه الماء ممكن يرمز الى شيء او البحر، اما الماء المقدس فيرمز الى التطهير والقداسه الكاثوليكيه، يعني الدين عندهم، دينهم يعني هم مسيح نعرف احنا، بان المي هذا يسمونه المي المقدس. يعني احنا هسه حاليا عندنا مثلا عندنا مي زمزم يعني مثلا على سبيل المثال، يعني المثال تضرب ولا تقاس، يعني وين هذا وين ذاك، احنا كديننا يعني مع احترامنا للديانات الاخرى. فماء زمزم هسه احنا عندنا مي يدل على يعني معروف بانه يدل على يعني خلينا نقول النقاء والصفاء، ويعني ممكن الواحد اكو اشخاص يعني يشربون من مي زمزم حتى يعني يرتوون، و يعني ارتواء مشبع جدا، ويعني ممكن يكون شفاء يعني والى اخره من الامور. فهم ايضا عندهم الهولي ووتر، عندهم الماء المقدس، يعني ممكن ان نشبهه بهذا الشيء يعني إن اذا يعني رهمت الصوره فكره. فان شاء الله اعتقد الفكره كانت واضحه شنو هو. انا بعض الاحيان اجيب امثال شوي يعني من الواقع حتى تكون الصوره اقرب. What kind of the play is Rider to the Sea? It's one act play tragedy. طبعا هي تراجيدي. ليش تراجيدي؟ لان بيها موت وحزن وفقدان ووعد اخره. الشخصيات الاخرى ممكن تقدرون تستفادون من عندها. طبعا الدونيجال هي دولة بشمال ايرلندا او محافظة مدينة في مدينة شمال ايرلندا، وهو اللي لقوا بيه جثة مايكل. ذكرنا مايكل من هو، مايكل الشخص الذي ذهب وكان مفقود، وجابوا ملابسه اكتشفوا بانه هاي الملابس بعدين انه هي ملابس ابنهم مايكل. بعض الناس تلفظونه ميشيل بس انا اعتقد مايكل، او انا حتى قبل كنت الفظه ميشيل بس اعتقد هو مايكل الصح، لانه شفت الفيلم مالتها يعرفونها مايكل مو ميشيل، وهم اثنينهم صح يعني اثنينهم صح. ايضا هذه الاسئله الاخرى تقدرون تستفادون من عندها، الطلبه والطلبه والطالبات اللي راح يشترون الملزمه ان شاء الله تستفادون من هاي الاسئله ايضا، واللي حاب يطلع على الاحداث هاي ايضا اسئله فراغات. لهنا نتوقف عن شرح هذا الفيديو. اعتقد طبعا ممكن تجيك، ها نسيت اقول لكم
دور البحر consider tragic hero characters consider Moria. طبعا هذه الأسئلة كلش مهمة ومستفادون من عندها أنتم كطلبة، وهذه أيضا ال quotations الاقتباسات تقدرون أيضا تستفادون من عندها. هنا نكون شرحنا مسرحية Rider to the Sea، إن شاء الله توفقنا في الشرح واستفادتم من عندها. أشوفكم بخير، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.